أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تيفي. شكرا لكل من يتابعنا وشكرا على الدعم وكذلك على حسن تواصلكم. حلقة اليوم نبتدئها بأغنية بنت الجيران للمطربين المصريين الشابين حسن شاكوس وعمر كامل بالمقطع التالي: بهواكي عينيك لي مرايا يا جمال مرايا العين. احتلت هذه الأغنية المركز الثاني على منصة ساوند كلاود وبعدد مشاهدات يفوق 100 مليون مشاهدة في مدة وجيزة على منصة اليوتيوب، مما جعلها تخلق الحدث بهذه المتابعة الإعلامية الكبيرة. فما السر في ذلك؟ تصنف هذه الأغنية حسب نقابة المهن الموسيقية المصرية بفن المهرجان، وهو نوع من أنواع الموسيقى يمتزج بإيقاعات الزار وبكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية في الكثير منها. وأفرزت حسب النقابة من طبيعة الحال ما يسمى بمستمعي الغريزة. سؤال: أليس المواطنون أحرارا فيما يشتهون وما يستمعون إليه؟ أم أن بعض الكلمات للأغنية في نسختها الأصلية تقول أشرب خمور وحشيش؟ السؤال الثاني: لماذا تزدهر هذه الأغاني الشعبية محطمة كل الأرقام القياسية؟ علاش كتحطم هذه الأغاني الشعبية أرقاما قياسية ليس فقط في مصر بل في الوطن العربي؟ نأخذ نموذج المغرب مثلا، نجد كلمات لأغاني شعبية تخدش الحياة بقوة والذوق العام بقوة والحياة بقوة، ومع ذلك هناك الملايين من المغاربة ومن العرب يحفظونها عن ظهر قلب، سواء بوعي أو بغير وعي، بل ويرقصون على إيقاعاتها حتى الجدوى دون أن أسوق أمثلة عديدة على ذلك. لكن ما الذي تمسه هذه الأغاني في وجدان هذه الشعوب المحرومة؟ أش كتقيس هذه الأغاني في وجدان الشعوب المحرومة؟ فنجد لها الملايين من المتابعين. نموذج شيخ التراكس، البعزيزية، عطيني ساكي، مول البندير، مولات البندير، ويلي ويلي، أليسوا من طائفة فن المهرجانات وانتشاره عربيا وفرض نفسه بقوة؟ بل وتعتبر هذه الأغاني الشعبية يعني حالة من حالات الهيام الحاد والتماهي مع الجسد برقص حار وتلونات ولواعج لا تنتهي. والسؤال في نهاية المطاف: من يقرر الذوق العام في الموسيقى والرسم والسينما والرواية والمسرح والقصة بين الصاعد والنازل؟ أم أصبحنا في الوطن العربي أمام محاكم تفتيش جديدة لدعاة الأخلاق حتى في الدوائق الفنية وفي الأذواق الفنية كذلك؟ في الختام أعود إلى سيدة الطرب العربي أم كلثوم، والتي غنت: القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، وهي جملة موحية
بالتحديد تصلح تحديدا وتعبيرا عن أساس التقدم والمتغيرات التي يمر منها المجتمع العربي أو تمر منها المجتمعات العربية، لأنها ببساطة تعبر عن مطلب أساسي وهو مطلب الحرية. هذا المطلب الأساسي هو مطلب الحرية والخيارات الفردية والتعددية، والأهم من ذلك أنها نور موجه ضد الإقناع، ضد الإقساء والإنغلاق والتزمت والتهميش. طبيعة الحال، ألم يقل المغني الشهير بوب مارلي مقولته الشهيرة: من الأفضل أن تموت مناضلا على أن تكون سجينا كل الأيام في حياتك، من الأفضل أن تموت مناضلا على أن تكون سجينا كل الأيام في حياتك. نأتي إلى نهاية حلقتنا. كان معكم عبد الله الساورة، وإلى لقاء متجدد، وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.